من بعد ما تعرفتوا عليه كناقد للموضة وخبير للمظهر، إجا الوقت إنه أستقبلكم بمحل جديد، باتريكو هوليك. لكل الأشخاص الموجودين بلبنان كتير هينة، رح تجوا لعندي وسوا رح نشتغل ونعمل ريلوكينج للإيفنت اللي أنتوا بتريدوه، إن كان عرس، جراديويشن، بيرثدي، خطبة، كتب كتاب، اللي بدكن. أما الأشخاص الموجودين خارج لبنان، أنا شخصياً رح كون معكم لنعمل أونلاين كونسلتيشن، وأنا جاهز أتواصل معكم عبر الدي أم أو عبر الإيميل اللي عم يبين بأسفل الشاشة. ومن هلأ لوقتها كيسز. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من الكريتيك مع باتريك. تخيلوا مين في حد؟ في مين؟ مين في حد؟ يلا زقفوا كلكم باتريك. دايما بوزيتيف فايبس مع سحر، مش هيك؟ انا يعني بعمل مستحيل انه نصور مع سحر. اول شيء انتوا اشتقتونا حبيبي، عن جد اشتقتولي. دايما بتقولي بالكومنت سحر سحر سحر، والله اشتقت لي. انا بدي اخبرهم انه انا وياه صرنا يمكن شيء شهر ونص بنحكي كل يوم كل يوم، بس صار لي شيء شهر ونص ما شفته لباتريك. ما بتسأل، ما عم بتسأل شغلي وشغله صح. فانا اليوم كثير سعيده انه انا هيك. انا كثير سعيد كمان، واشتقنا لهيك الانتراكشن مع المشاهدين والتفاعل تبعهم. وحلقة اليوم نارية بامتياز، عنا كتير اطلالات. ايه، واطلالات لنجوم بنحبهم كتير ومحبين كتير. ومنبلش البداية مع روبي. مع روبي اطلالتين، اطلالتين لروبي صح. هلأ روبي عاملة كومباك كتير قوي، بلشنا يعني صلنا تقريبا شي سنة سنة ونص نرجعنا نشوف اغانيها الحلوة الفايبس تبعها، لانه روبي عندها فان بيس بالعالم، يعني عم نحكي بالعالم العربي كتير قوية بالفعل. غير الأغاني القديمين، الأغاني الجديد كمان كتير حلوين، وعندها خط عفواً عم بيروح صوتي على الاي سي وعلى الشوب، نظهر لبرا الشوب ومنفوت لجوا اي سي. عندها خط مميز لإلها، حتى شكله يعني شكله لروبي جماله بتشوفها عن جد. دايماً بحكي أنا وأصحابي عندها الجمال الفرعوني، الجمال المصري البيوت، يعني لازم بقى نشوفها بدور تاريخي مش بس قصص مودرن لانه بيلبق له. بس بما يختص الثياب ما دائما تنجح معها. يعني هي عم بتحاول، عم بيحاولوا يخلقوا لها هويه، بس حاسس انا بعدنا ضمن انه عم ناخذها على الثياب ستيل التينيجرز، يعني المراهقات. هي قد ايه عمرها؟ عندك شي فكره؟ لا هلا اكيد هي بتخيل بالثلاثينات. بالثلاثينات. هلا هو كان في اطلالتين، وحده روز وحده صح. نوار. هلا الروز بفهم عم بيجربوا يعملوها باربي، ملبسينها الفستان البينك من تحت بيجي مثل شكل البالون سحر، وهيدا الشيء منه كتير مستحب على النظر. هيدا حلو لفوتوشوت، حلو لكليب، ولكن انت اليوم بس بدك تشوفي حدا ان كان على حفل او ان كان بمهرجان وفي حشود عم بيكون عم يحضروك، بدك شيء ما نزهق منه بعد سنتين. صحيح. يعني حتى الفستان النيلي احلى من البينك واحلى على جسمه. وانا سوري، نيلي فكرته نوار بس شفته. لا نيلي، نيلي غامق، نيلي غامق. وكله هي القماشة، حكينا احنا عن هذا الديزاين الكسندر بوتيه، لانه قطع على كل مصممين، على كل سوري الفنانات العرب، واكثر من لبس من عنده هن اكثر شيء سيرين عبد النور، نانسي عجرم ونجوى كرم. لانه سهل الممتنع، تشتري الفستان بياخذ شكل الجسم، بيعطيك شيب كثير حلو، بيضغط الجسم، الدرابي اللي فيه كثير حلو عنده، هيدا نمطه لالكسندر بوتيه. والقماش بتجي كلها 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 كريستلز صغار، وصار في منها تقليد بالسوق. وانا سبق وحكيت، يعني متابعين بيعرفوا حكينا عن الكسندر بوتيه. ولكن اليوم لما نشوف هيك فستان في منه تقليد كثير، يعني ممكن حدا من الحفل اللي انت عم تغني فيه يكون لابس شيء تقليد مثله، مش من عند الكسندر ولكن تقليد، لانه اونلاين في قصص بتتقلد دغري بسرعه. وهيدا النمط الليكرا صار في كتير منه بالسوق مع الاوبن سايد ليك، تجيك شيء على قصير، شيء على اطول، شيء له تنوره، في شيء انه الفتحه اكثر، شيء الفتحه بالنص، شيء الظهر مزلط. دونك اليوم الفنان عنده مسؤوليه انه يكون على القليله اقوى شوي من الناس اللي عم يحضروا. طيب اذا قلت لانه فنان اكيد اكيد، يعني اذا قلت لك هول اثنين الاطلالتين تبعك، اكيد النيلة. اكيد النيلي، لا اكيد النيلي، بس انا كنت بفضل فيرسيون ثانيه من هذا الفستان، يعني يكون اطول بالارض يعطي هيك بس شوي انه يعني يعطي اذا بدك انه فنان عم نحضره وتعب المحل اللي هي فيه، وما ناخذها كل الوقت
لروبي انه بعدها تينيجر، بعدها الزقطورة الكتكوتة، ولا نكبرها بالعمر، نضلها نعطيها عمرها مش غلط، ولكن انا بحب شوفها بشيء مور اليجنت، اليجنت سكسي اوقات. اوكي فينا نعمل بالفوتوشوتات اوقات نكون ستريت ستايل، يعني ستيل صاروا يعرفوا المشاهدين شو يعني ستريت ستايل، ميكس اند ماتش، بس مش انه دائما نصبغ على روبي انه دائما هي زغطوره كثير، ايه نحن الكوكيت الزغطوره الباربي الزغطوره، لا، لانه بالاخير كل الاعمار بتحبها لروبي، مش بس الزغطورين يعني بيحضروها. سو انا بس مطلوب من روبي تنوع وتروح على الاليجنس، تفوت بقى تفوت بقى، خلص شفناها بهيداك سايد، تفوت بقى بالقطع الانيقه بالبقله، البقله بنت حلوه ايه اكيد، عندها بوتنشل كثير مش عم شوف الا نمط واحد. اوكي ان شاء الله هيدي تكون ايه نصيحه حلوه لروبي. بدنا ننتقل للفنانه كارول سميحه يلي عندها عدد كثير كبير من الفانزات يلي بيتابعوها وبحبوا اطلالتها. يقال انه كان في اطلاله صادمه، هلا انت بدك تفسر لنا اذا صادمه ولا، ويقال انه كان في اطلاله جميله وبمكانها الصحيح كانت بسوريا، فشو بتخبرنا عنه؟ بسوريا اطلت، وانا بعرف قديه عندها فانز بسوريا، وبعرف قديش بحبوها لكارول. وانا لما كانت يعني بس كنت مؤخرا بسوريا هيك بنقعد بنحكي بخبروني مثلا كارول عندها على مدى سنين هتات كثير. هلا بسابق اوقات في فنان مثلا بيكون عنده وان هيت بتنشحه بتخليه يعمل حفلات، بس كارول مسيره مزبوط. مسيره نجاح مزبوط. اليوم لما هي عم بتغني كذا غنيه الكل عم بغني معها، منا غنيه وحده، والحلو بكارول بتغني ريبرتواره كامل، بتقطع كم غنيه عكس الفنانين اللي بصيروا مضطرين يشيلوا غنية من هون ومن هون ومن هون ومن هون. لا هي كل أغنية بيتغنوا بتحضري كونسرت، وأنا أتليست حضر لها شي 3 كونسرتس، بتعبي المسرح بشكل مخيف 100% صوت وأداء وحضور. صح. هلا الفستان الأخضر من أنتوني ورد بيسطل، هذا اللي أنا عجبني قلت لك فستان كتير حلو. ليش؟ لأنه نحن اليوم تعودتوا عليه، لما أنا أعطيكم انتقاد نحن مش بس لننتقد الفنان، لنتعلم انه كيف فينا هالقطعه نستفيد منها او نعمل مثلها. صحيح. هيدا اطلاله حلوه تكون بزفاف، يعني مثلا اخت العريس عاملها تلبس، او اخت العروس او المقربين عاملوا يلبسوا شيء فخم ولون قوي، كثير حلو الفستان، وبنفس الوقت دارج ومنه مستر كله، وفيك تعملي مثله وتعدلي فيه، يعني فيك نفس الفستان تفتحيه فينك، فيك نفسه تعلي تعمليه هاينك اكثر من يلي كارول لبسته. في ناس ما بتحب يمكن الظهر يبين لانه هو له ديزاين من هون من ميله الجنب، فيهم يسكروا اذا ما بحبوا يبينوا، يعني هيدا نفس الفستان بينعمل كذا كذا ستايل وكذا لون وبيطلع كثير حلو، اهم شيء انه القماش كثير مرتبه ماسكه الجسم بشكل حلو. واللون لون الاخضر مع الشك كثير عطى حلو، وليلي ما بحب الشك بيعمله هو نفسه بلا شك، بيعتمد مجوهرات. نعم. يعني هي اطلاله فيك تستوحي منها، مرتبه حلوه، وحلوه على مسرح هالقد كبير، بتشبع لك العين ما بتزهقي، واطلاله رويال ومنا اطلاله قديمه 100%، يعني هيدي فينا نقولها بيرفكت عن جد، اطلاله كلاسي رويال، واللون بياخذ العين. اللون عن جد بيصير اللون الاخضر بياخذ العين. بدنا نروح على الاطلاله الثانيه لكارول يلي كثار تفاجئوا فيها، قالوا لي ليه كارول لبسه هيك؟ بدي اسالك صح، ليه كارول لبسه هيك ولا لا؟ لا هلا رح اقول لك شو، فكره انها تلبس الجامب سوت، نحن ما كثير بنشوف كارول بالجامب سوت ضيق، يعني بادي كون، الجامب سوت لما يكون بادي كون او بادي سوت عاده بنشوفه على هيفا، بيونسي، جيلو، ميريام فارس، لأنه بيعطي طابع سكسي، وعادة اللي سميتهم في عندهم نمط من هيدا، خاصة هيفا لبست كتير بادي كون أو بادي سوت أو جامب سوت على قد الجسم، لأنه هيدا يعني هيدا عنوانهم إذا بدك وشكل الجسم. هلا مع كارول مش إنه ما بحق لها، إنه ليش بده يحق لناس ولا ناس لا، ولكن الشيب المعمولة على ال يعني على الجامب سوت هو اذا بتاخديه لحاله وكله ماش كريستال صح، كمان هيدا بتشبه الكساندر بوتيه اللي كنا عم نحكي عنه قبل، والماش هلا كثير دارج، يعني القماش الفيلي واللي بيبقى فيها نقط كريستال مش بايت، كريستال بيكون عم بوجوج، شفناه على فستان، شفناه على شورت، حتى اذا بتفوتي على اونلاين على شي ان على كل الابس اللي بيبيعوا اونلاين بتحطي مثلا ماش كريستال ماش شورت او جلوفز او جامب سوت بيطلع لك شيء بيشبه هيدا الشيء. اوكي
هون عم نشوف جاد سودا ابن الراحل باسيل سودا عمل هالجمب سوت، ولكن يلي خليه يكون كتير انا بالنسبة لإلي شوي مثير اكتر مما لازم، بس بطريقة ما كتير حلوة، هي التكحيلة بالقماش الاسود. يعني حدد المنطقة الحساسة، خلينا نقول طبعا احكي كلمة وتطلع مني تقيلة، حددها بالشكل الفي، عطى اوفر وحدد هون وحدد بالنص مثل ما عم بتشوفوا. هيدا التحديد هو اللي عطى اذا بدك لوك شوي شوي فالجر شوي مزبوط. وما بيشبه كارول. مزبوط. هلا لو كان كل الجمب سوت بقماشه واحده اللي هي هاللماعه، اوكي، وتعمل معه كي تشلحه بوقت من الاوقات، تعمل معه تنوره تشلحها بوقت من الاوقات، كان احسن. في عنا حل تاني، شو هو؟ هالفي اللي تحت بالمنطقه الحساسه وين بننقلها؟ وين بننقلها؟ لفوق. ايوه، صار في ساعتها بصير في اكيليبر، في بالانس اكثر، وبنكون خبينا بطريقه حلوه لانه الفي بيعطيك شكل حلو. صحيح. وبيتكمل اذا بدك مع تنوره من الخصر للخصر تتعطي، لانه مسرح كبير نرجع بنفكه. في كثير افكار، في كثير أفكار. افكار، ولكن مثل ما معمول هيك ما ظابطه لصوره كارول. في شيء بتنقذ منه لعين طبعاً. يعني في شيء بس تطلع بتحس انه في شيء حتى من ورا بتحس مثل كانه حدا لافف، يعني لففها لكارول. صح. عطى شوي، يعني عذرا بس انا ما عم بحكي تنتقد، ماني عم نكت وماني عم بعمل بولينج، مثل حدا محفظ الثاني بقماش. يعني كيف الطفل لما تحفظي، علما انه القماش المستعمل كثير حلوه، علما انه شكل جسمها لكارول كمان طالع حلو لانه هي طويله منا قصيره، والتكحيلة على الجوانب حلوة طالعة، هي بس اللي من قدام عاطية منا حلوة. اوكي، رح ننتقل لرزان جمال لانه بتعرف قد ايه بعد عنا، وبعد عنا يلا نوال الزغبي، بعد عنا هيفا، بعد عنا نانسي سيرين، اوكي، او اليستا وماجي و... يلا اوكي. انا بس بدي اقول رزان، ما رح اعلق كل اطلالة باطلالتها، بس عن جد اذا بتفوتوا على صفحتها باختصار بتلاقوا عدد كبير من الفساتين المرتبة الكلاسي، بتلاقوا ما في شيء بنقصكم. هيدا البنت فيها بنت عمرها 20 سنة تعمل مثلها، فيها بنت عمرها 40 سنة سيدة تعمل مثلها، 60 سنة تعمل مثلها مع بعض التعديلات. يعني بتلاقي عنوان رزان جمال الأناقة والبساطة، هودول العاملين كتير مهمين. صح. إليغانس وسمبليسيتي مع بعضهم، سمبليسيتي في بوتي، اوكي، بس ما تكون بورينج. صح. ما تكون بورينج. صح. ما في بورينج لوكس عندها، وفي تنوع، وبنفس الوقت كله ضمن نفس السياق إليغانس. يعني الفستان الزهر، الفستان الأسود، في قصص حكينا عنها قبل، الفستان الأحمر، في شيء أحلى من شيء أكيد. أكيد. ما اختلفنا، ولكن بتطلع بصفحتها هيك خي شو بترتاحي أناقة، يعني بعد 100 سنة بتشوفيهم نرجع بنقول في شيء أحلى من شيء. أوقات الشعر ما بيزبط 100%، أوقات الجولري، ولكن بتطلع سبحان الله رزان جمال، رزان جمال equal simple elegant glamorous. شو حلو باختصار. بدنا ننتقل الى النجمة الذهبية نوال الزغبي اللي كانت لابسة كأنه ذهب ذهب ذهب، واذ نفاجأ انه المكان كان مش ذهب. بيتش بارتي. ايه، كنت عم بقلك تحت الهواء، كنت سألتيني انت انه ايه شو الغلط. ايه لا. شو الغلط؟ قبل شو غلط؟ قلت لي ليكي وين رايحة؟ فرجيتي ايه. لوصلت قلت لك لا. يعني ما فينا نلبس شيء هالقد استعراضي، بس استعراضي مشغول بتقنية عالية، يعني لبورجوازية ما بيعملوا قطعة من قريبه. صحيح. نحن بنقول هيك على اللبناني من قريبه. القطعة فخمة، يعني قطعة. بس سياقة، يعني عنوانها الاستعراض. اوكي، هلا في يكون استعراضي بهيك محل، كمان لما ننفهم غلط، لأنه بتعرفي هلا الفانزات بيقيموا لقيامه، واوقات بيردوا بطريقه لوجيك، في منهم وفي منهم لا، ولكن هيدي القطعه بدها مهرجان كبير، ما بدها بيتش بارتي. اف لا، هون فرقت كثير، احنا عم نحكي عن مهرجان كبير، رحنا على بيتش بارتي. صح، يعني ريزورت شو بده يكون؟ كل الناس لابسين شيء، لابس قميص بيضاء، شيء لابس تيشيرت، فستان قصير، يعني ما فيها تلبس، يعني مش لا فينا نعمل مثل روبي ولا فينا نعمل مثل نوال. مثل ما قلنا قبل، لكل مقام مقال. القطعة بتاخد العقل، أنا كنت بتركها لحفل بخصة مهرجان استعراضي، يعني شي كبير، مع دانسرز بتركوا لكليب، بتركوا لتريو نايت، إذا رجعت انعملت تريو نايت بالسعودية مثلا،
لأنه القطعة آيكونيك حلوة كتير، القطعة رائعة، بس حرام حطتها بهيك حفل. يعني معقولة هي إذا نجت نزلت فيديو مثلا ما بتستضيعها بهيك حفل؟ إنه لا، هلا هو لا الذي يبدو شو يعني هي شو يعني تستضيعها بهيك حفل؟ يعني أنت اليوم مش معقولة تكوني هالقد عاملة شيء كتير قوي ومش مهرجانك، يعني منه تور تبعك عم تعمل تور، كيف مثلا تايلور سويفت تعمل تور، جيلو بتعمل تور، حتى هي بتعمل تورات نوال الزبي، منه حفل لإلها، منه مهرجان جرش، منه مهرجان بس هي حفل بالنورث كوست يعني صيفية وهيك. لا يعني هيدي القطعة منها لهيك حفل مزبوط، لكن هيدي القطعة مش لهيدا بس الحفل، بس بتاخد العقل ولبقت لها وكثير بتشبه نوال الزبي. اوكي حبيبة قلبك، مثل ما أنا بتقلي حبيبة قلبك نانسي، أنت سيرين عبد الله. يلا خبرنا على في عنا ثلاث إطلالة، في عنا إطلالة قديمة ما حكينا عنها، ما سيابت أو راحت سهوان، هي الفستان البينك الحلو المرتب اللي كمان فينا ناخده مثل ما هو يلبس على أعراس. ليش أنا دايما بسكل أعراس؟ لأن كتير بنسأل عن هالموضوع، يعني بحكم مجالك كمان، صح بحكم لأنه اللي بيجوا لعندي على المحل واللي بنشتغل معهم دايما بنسأل، نشتغل معهم دايما على شو؟ على الويدينغز. كمان هيدا إطلالة كتير حلوة مرتبة سهل الممتنع، الكورسيه دراس صار عم ينعمل بعدة طرق، وحرير من تحت، ومثل ما دايما بنقول نفس الفستان فيه نعمل كذا لون كذا طريقة، بنزيد من نقص. إطلالة كتير حلوة، وهي نقت البينك نعرف لأنه كانت عم بتقدم حفلة لمرضى الكانسير واللي هو كمان اللون الزهري صحيح مرادف لإله. صح نعم اوكي، هاي الإطلالة بيج لايك كتير حلوة، وكيف نسقتها مع شعرها. نرجع منروح على الإطلالة بسوريا بإحدى الأعراس اللي كانت هي مشاركة فيها، الأورنج اللون جديد على سنين ما بس كتير بس شو. سوري هيدا الأورنج؟ ولا ما بقى أنا ضعت مش ميكوراي أورانج؟ لا أورانج هو فاير ريد. أوكي أورانج هيدا الأورانج، الأورانج يعني بيور أورانج، مش بيشبه الأورانج، بيور أورانج مش سانسيت أورانج، لا الأورانج. أوكي أوكي، هلا هيدا اللون جديد على سيرين ما كتير منشوفها فيه، بيلبق لها هيك لون ايه. كبشرتها ايه. كلون شعراتها وعيونها اكيد دايما اللون الفايبرنت القوي بيلبق لكل الناس، بينما القصص لما تكون فاتحه ما بتلبق لكل البشره. مزبوط. اوكي مزبوط. بس شو اللي لعب دور انه ما يحل كتير هيدا الاطلاله؟ شو 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 مين اللي مش كونسلتنت؟ شو حلو مين اللي لأ بيسألني مين اللي مش كونسلتنت حبيبي؟ طب انا هقلك شو تفضل. القماشه ما طلعت حلوه بالتصوير، القماشه شفت ما هيدا اللي عم بقول لك، مش يعني في شيء ايه ما عرفت عبرت لي، لا لا ما عرفت مش اللون، لا اللون مش ظابط، في شيء مش اللون القماشه، لانه القماشه لما تكون ساتان اوقات على التصوير وبس يكون فيها طيات كتير وديتيلز على التصوير ممكن تنظلم، خاصة إذا أنت عم تصوري من سلولاريك، عم تصوري يعني مش ممكن مش يطلع اللون غير الصورة، مش تصوير بروفيشنال. القماشة لما تكون ساتان هي أكتر قماشة ممكن تعطينا شيء مش حلو. صحيح أوكي صحيح. بس مش معناتها أنه ما نبعد عن الساتان، لا في عندك ساتان مات، عندك ساتان الملمع شوي، يعني مثلا في كتير قماشات الناس أبداً ما كتير بتحبها اللي هي اللوراكس اللي بيجي شوي كمان من فصيلة الساتان وكتير بلمع واللي درج كتير هالسنتين وبالسوق في كتير منه على التصوير. هلا بتشوفيها بالحقيقة بتلاقيها كتير حلوة على التصوير، هيدا اللمعة الموجودة فيها تعطي أوقات بتميل لتشيبنس، بيكون هو فستان راكي ومجهول وساعات. أنا بعتقد أنه كترة التفاصيل بهيدا الفستان، هذا هو منه فستان سامبل، مش كل شيء في شك يعني هو اللي بيكون معجق، وكل مش شي كل شيء سامبل يعني مش كل شيء بلين هو سامبل، لا في كتير تفاصيل بالفستان صحيح. عجقت ما خلت تكون هالإطلالة واو إلا بس من ناحية اللون، الفابريك هو اللي ما كان اختياره موفق. بيرجع ننتقل للإطلالة التالتة بمايكل سينكو بي. ايه. أنا مايكل سينكو اللي هو مقيم بدبي، أنت بتحبه كتير؟ أنا كتير بحب تصاميمه لأنه بيشتغل متيادار، بيشتغل كتير صح. تفاصيل توتريزات وأنا متابعه من زمان، هو منه يعني هو مصمم آسيوي
معروف، عنده كتير قصص بتروح فايرل، بس فعلاً فنان. ايه يعني في إبداع بتصاميمه، في كتير إبداع. إذا بتفوتوا على صفحاته في قصص صعبة تتقلد، لأنه في تطريز يدوي، في كمية من الإبداع. فيك ما تحب الربر، فيك ما تحبه، بس قطعه صعبين يتقلد. ايه. اوكي، بس للأسف الفستان اللي قدموه لسنين لتلبسه بعرض الأزياء، هي كانت عم تحضر عرض أزياء مجموعته لشتاء 24. وإذا بتفوت عن سنين بتشوفوا ستوريز، في كتير قصص بتاخد العقل، وفيها شغل، في قصص، وفي قصص بتخيل مستوحات من الحضارة الأفريقية والحضارة المصرية من ناحية التطريز والشك والقصص. ولكن هالقماشة، مش الديزاين، القماشة حسيناها كتير 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 قديمة. أنا حسيت اللون هو أكيد القماشة، بس اللون هو المشكلة، لأنه عاطي عرمادي، عاطي على اللون. ما انه مش تعرفي ليه، لانه سيرين لبست قبل مره ازرق، الايس بلو، بس مو مبين ازرق. بلا ازرق، ما مبين ازرق. لبست الايس بلو قبل سحر، وكان بياخذ العقل عليها من شي 4 سنين. لبست فستان حرير، هلا اذا عندي اياه رح فرجيه للمشاهدين، وكان كتير حلو مع سمارة. مش معقول الفتاة السمراء ما يلبق للازرق، لانه هلا كنت بعدني عم بقول لك انه الالوان الباستيل، وسيرين منا بيضة وشعرها غامق، منا شقرة، دونك اللون الزرق كتير بيلبق لها. هي القماشة ما طلعت حلوة، لأنه بس عم بتشوفيها على القماشة بيتخيل لك دغري مثل فيلم شو اسمه الفيلم، فروزن. حتى النقشة تبعها مثل التلج. صح، مثل التلج. بس الديزاين مش غلط. ليه؟ لأنه هيدا نفسه الديزاين اللي هو دارج هلأ، اللي هو في كات أوت من هون ومن هون، وجسمه طالع خيالي. ايه مزبوط. معناتها شو الغلط؟ القماشي. القماشي مش اللون. بس بدي اقول لك شغله، هلا انت عم بتقول ازرق، بس مش بكل الفيديوهات مبين ازرق. اول ما انت فرجتني اياه انا قلت رمادي. ايه. بس شوفي على غير قماشي كنت حتحبي. ايه. لو كان قماشي ساده. ايه. كنت حتحبي. ايه. النقش اللي غلط. طيب هيدي النقش، القماشي والنقش غلط. هيدي القماشي بالتحديد اذا لبست عند شخص مش جسمه حلو مثل سيرين، بتبين له اكثر ديفوياته. اكيد اكيد اكيد. هي اصلا هيدي القماشي الدونتيل، اوكي، هيدي قديمة وشوي ختيارية. ايه بتحسها، بس مش اللون. يعني انا ما فيني كرهن باللون، كذب عليهم اللون، هيدا اللون ما بيلبق لسيرين. حتى سيرين من الناس لليل بيلبق للفضة على فكرة. يعني الفضة مع السمار مع الشعر الغامق، انت شوفي دايما بالبيوتي باجنتس برا اغلبيتهم اللي بيكونوا سمر وبيكونوا هيك بشرتهم او سوداء او لاتينية، شو بيلبسوا اكتر شيء على المسرح؟ فضي مع كريستلز، ذهبي مع كريستلز. لا يضوه طبعا، يعني ما فينا نضحك واللون اللون. بعد بدك تقول شيء عن سيرين لانه بعد عندك لا، بس من 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 اكثر الاطلالات الغير موفقه هي اخر اطلاله بمايكل سينكو، وشعره مش موفق ابدا ابدا ابدا. هو خلينا فرق معه، فرق يمكن الاكيب اللي بيشتغلها ما كان معه، لانه هي مسافره. سبقتني. بقى الويفي حطها مش ظابط، بتحس اطلاله قديمه، كانها اطلاله من التسعينات، بوقتها كانت حلوه، هلا مش وقتها. خليني اقول شغله سريعه قبل ما ننتقل عن اليسا، انه عن جد اوقات الفنان او المشهور ما بيتوفق من الاكيب اللي معه، بيكون غير اكيبه لانه راح على بلد تاني، فطلع مش باللوك او بالصوره يلي الناس معودين. بس سيرين بتفرق معه قصه الشعر. ايه كتير. أكيد. كتير بتفرق معه. اكيد. بدي اروح عند اليسا. الجام سوت هلا اول شيء ماني ضعفانه اليسا، صح ولا نحن عم نشوفها هيك؟ ضعفانه بس ما اختارت شيء مزبوط. يعني مش مهم نضعف، بمعنى فيك تكوني انت مره قلتها، فيك تكوني تاي 46 يعني قياسك 46 وتلبسي شيء زبط لك جسمك، ما في حجه. ما في حجه. وفيك تكوني سكيني وما تزبط معك. رح اقول لك بمعنى شو هيدا الجام سوت، حلو كتير من فوق، مقسوم، بلش القسم من هون، المنطقه ما تحت الصدر، منطقه يعني ال 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 البنطلون اذا بدك سفلى كثير. على فكره دقيق انا كيف بدي احكي، لانه اذا قلت كلمه غلط بينشروني. المنطقه بالنص، منطقه البنطلون، اوكي، كثير طالعه غلط، معرضتها بشكل كثير كبير. يعني بنطلع من فوق بنلاقي شكل الجسم كثير حلو، بنطلع على النص بنلاقي شكل الجسم كثير غلط. شو عطانا؟ عطانا شكل الجسم كانه نجاسه، رفيع وعرض. اوه اوكي. عم بحكي على المنطقة. يعني
بالنص. بالنص هي شو كان لازم تعمل؟ لا نعتبر حيب بتلبس هيدا. اول شيء خياطه الجامب سوت بالنص غلط، يعني مديها غلط عليها، يمكن حدا تاني نرجع نشوفه لابسه بياخذ العقل حسب الجسم. في غلط بالمدى، ما بدناش نحكي فيها. طلع بالجامب سوت بالنص الخياطه المدى غلط. أوكي. مش اللي عامله غلط، يعني مش رولان موري قصد يعمل جامب سوت خياطته غلط، هو هيدا قطعه جاهزه ما انعملت لها لسه، هي عليها تختارها او ما تختارها على جسمها. ماما مش مو ظابطه. طيب ماجي بوغسون يلي كمان في عندها بفتكر اطلالتين بدنا نحكي عنهم اليوم. اطلت ب لانه هي هلا سفيره حمايه بالانسامبل الابيض. كمان نحن دائما بنحب الكلاسيك انا وياك، كثير بنحب الكلاسيك، ودائما السوت الجامب سوت البانت سوت البليزر مع البانت البليزر مع التنورة بيبقوا كتير حلوين. هلا هون انا شفت انه رغم انه مونوكروم من فوق لتحت لون واحد، ولكن كان في شيء مش ظابط، التنسيق غلط. يعني هيدا البليزر بدها معها بونتالون، ما بدها تنورة. ليه؟ فسر لنا ليه. اول شيء قصرتها التنورة رغم انه لون ابيض ولون واحد، والستايل عطى ختياره من تحت مودرن من فوق. يعني لو التنوره قصيره كانت بتقطع، تنوره هالقد طويله صارت ملفوفه ماجي كلها بقماش وغرقت فيه، وهذا الشيء اللي دائما بحذر منه. بينما لو شفناها ببونتانون كان عطاها اليور احلى، كان شكل جسمها طلع اجمل. طيب لو ماجي مانا بوتيت، لو ماجي عندها هالطول الفارغ، بتعرفي هيدا القطعة لمين كنت بعطيها؟ لكوين رانيا، لأنها رفيعة وطويلة. ولأنها رفيعة وطويلة وهيدا عنوانها كونسرفاتيف، ودايما في أناقة، ودايما إذا لبست حتى يعني لحظة إنه كوين رانيا إذا بتلبس تحت الركبة لطول الكاحل ما بقصرها، إذا لبست طويل ما بقصرها، في مدى. يعني وبعدين قصة البليزر مع هيدا النوع التنورة ختيارة، بتطلع من فوق بتلاقي كتير حلو من تحت التنسيق. طيب شعراتها؟ شعر كمان غلط. ليه؟ لأنه لما شديناه هون من هون إذا منقرب منلاقي فيه فراغات هون، كان لازم ينفرق على النص إذا بدها بدنا هيدا ستايل، وينربط مش ينشد لهون ويضل في شعر هون. التنسيق كان منه حلو، ميك أب كتير حلو، اللون الابيض كتير لبقلة، ولكن تنسي اختيار التنورة مع هالبليزر غير موفق. الاطلال الثاني الفستان البوردو من عند نور فتح، من عند نور فتح الله، كتير كلاسيك وحلو وطلع على شكل جسم كتير حلو، ولكن يا ريت نطرت لتنزل مقابلة، بركي المقابلة تنزل بالشتاء، هيدا اطلالة شتوية. انت برأيك زيت الفستان بس غير لون؟ اطلالة شتوية. يعني هيدا اللون البوردو، وبعدين اختيار الشوز الكومبونسي ما لازم نبينه، ستقيل 100 مرة. لما تكونوا حابين تلبسوا كعب هالقد بالكي وكومبونسي ما تبينوا بليز، خاصة للرقصة، لأنه عم تطلع بتلاقي مونوكروم بوف بيطلع شي بنقص العين. طيب لو نيود صح بس ما مبينه، صح وبالصورة مبينه أكتر وأكتر وأكتر، بس شكل جسمها طالع حلو وتنسيق الشعر والميك أب طالع كتير حلو very European، ولكن اللون غير موفق لهلا. يمكن بكره بعدين نحضر بالمقابله نلاقيها تاخد العقل. صحيح، بس هن نحن عم نحكم على الصوره اللي نزلت. مزبوط، يعني انا بحس هو ذاته الفستان على غير لون كان طلع كثير حلو، لانه بس عاطي كنت بفضل اذا هي بدها تروح على شيء مش صيفي تنقي اسود. ايه انه اسود باسبارتو. طيب بعد عندي هيفا وبعد عندي نانسي، ان شاء الله ما يكون ناسين حدا. مش ناسين حدا نانسي، خلينا مسك الختام معنا النص، خلينا نحكي عن هيفا. طبعا شو بدنا نقول؟ هيفا أطلت كمان كلهم عم بيروحوا على مصر على العلمين، وعم بيكون في حفلات مثل ما شفنا كارول، شفنا إليسا، وهلا عم نشوف هيفا. وكان الدرس كود تبع الحفلة يعني طالبين من كل الناس يجوا بالأسود والذهبي، يعني مجبورين كلهم يجوا أسود وذهبي. هلا ما بنعرف إذا يعني التزموا، بس أسود وذهبي. هلا أنا الفستان لا يلي شفته هلا، لأن احنا اوقات بنصور اوكي، بعد يومين بنزل الفنان الصور الحقيقيه بنشوف ديتيلز اكثر. انا اوقات بتعامل مونتاج بتكون نزلت الحلقه بعد جمعه اوكي، بس تيكونوا فهمانين كيف يصير السيستم. عم شوف فستان حلو تحضر فيه زفاف،
يعني حلو اذا هي مدعوه على زفاف، يعني مش خرج هيك مناسبه برايك؟ مش خرج. ليش بدي اشوف كارول بشيء استعراضي ما بيشبهها، وشوف هيفا بهيك حفل شبابي لابسه شيء اوكي هون كمان بدي اختار الكلمه المضبوطه، كلاسي. مش معناتها هيفا ما عندها ما بيلبق لها الكلاسي، شفناها بعرس غندور لبست الشيء المضبوط. كمان اذا بعد عندها عرس تلبس هالقطع على عرس. طيب بس بس هي نجمه استعراضيه، صرنا عم نشوف المش استعراضي عم يلبس استعراضي. ايه بس بمعنى هي بدها تكسر الروتين. لا ما رح خبرك شغله، لكل مقام مقال. هيدا حفل شبابي اوكي وجايين ناس بالالاف. طيب انا بحاجه اشوف هيفا نفس نمط الاغاني اللي بتغني، يعني رجعنا لنفس الموضوع، كلهم اللي شفناهم اليوم ما حدا لابس هويته المزبوطة. يعني لا هيفا لابسه هويته المزبوطة ولا كارول لابسه هويته المزبوطة. انا كنت ببدل الفساتين، بعت اللي لبسته كارول مع بعض التعديلات لهيفا. اول شيء حيجي احلى على جسمها لانه عندها كيرفز، عندها انحناءات، لو انه هيفا صارت لابسه كثير من هيدا النمط. وبعت الفستان هيفا لكارول، هون بنكون عطينا الهويات المزبوطة. بغض النظر انا لا حبيت لها القطع ولا حبيت لها القطع، نعم ما حبيته، لا 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 مش ستايلي، بس لو ما حبيت بنقول القصص الايجابيه. انه الفستان تبع هيفا اسود مع ذهبي، كمان فستان قديم لانه من فوق بتشوفي شيء جديد فيه انه كورسي معمول بشكل كورساج، ومن تحت هيدي القماش القديمه اللي فيه عروق ذهبي. كئيب فستان للصيف، كئيب ليك صراحه، كئيب صراحه قديم صراحه. انا مش اني ما حبيته بس حسيته مش للمحل، مش إلا، مش لإله، مش للمحل، مش إلا. يعني قلت لا هيفا كان لازم تلبس شيء ثاني. معناتها نفس الشيء اللي انا اللي عم بقول، يعني ما نفس الشيء اللي انا عم بقوله انه هيفا هي لأن هيفا، لأن هيفا ما اللي بتقدر تلبسه هيفا ما بيقدر غيرها يلبسه. صح عرفتي؟ يعني هون تكوين جسمها، هون اذا بدنا نعمل ريكاب مزبوط ونحكي اللي قلنا واللي علينا وتعودتوا على صراحتي، الفنانين ضايعين هويات بعض. يعني نجوى صارت عم تروح على القصص الغريبه، واللي بيلبق له القصص الغريبه صار عم بيروح على السيف. انه هاي الفستان اكيد كان فيها تلبسه هيفا بالشتاء مثلا بغير حفل، بركي بمقابله تلفزيونيه حلوه مع فرقه تكون عم بتغير كذا قطعه، ما بختارها لهيدا الحفل بالذات كحفل هو ابدا. يعني مثلا اذا بتشوفي نانسي بمصر، ما بس شفتيها لبست اوفرول، ايه نانسي شفت رومبر، ايه كستايل انا حبيته، بس قلت بوقتها انه هي لبست مثله على الجمب سوت طويل، يا ريت ما كررتهم بهالفتره الزمنيه القصيره. بس اذا باخذ بيناتهم كلهم، نانسي الوحيده اللي لهلا عرفت لبست الشيء المضبوط اللي هي اوفرول شورت على هيك حفل شبابي، بس الباترن تكرر، يعني نوعيه القماش والشك هو ذاته تكرر. ما عليه بتصير، ما هي عندها لا 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 انا ما بحب بيض وجه عن جد، انه هيدي شيء غلط. لا لا بس ايه؟ تحصل لما الواحد بيكون عنده 100 اطلاله لا 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 بيكرر. غلط. لا موديل مش بفتره زمنيه متقاربه، لا غلط. كمان ما بدي لانه نانسي نصير عم نعطيها انه عملت ما في واسطه. لا 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 أوكي. انا بتعرفيني هيك هيك كنا عم نعمل واسطه. لا ما بتزبط معي ما بتزبط. طيب تكرر بضرب جمعتين كثير قريب، يعني ايه؟ واخذت من نفس الكولكشن تبعي اللي صعب كان تلبس هو نفسه على غير لون، بس تنحس انه في شيء مغير. بس كستايل وك لجسمه نانسي لهلا اكثر وحده عرفت لبست بهيدا المهرجان. بحب تقول شيء عن هيفا لانه بدنا نختم. لا لا بتمنى هيفا تعمل هيك، يعني هيك ترجع تقعد مع حالها، تنقي ستايلست معين، تشوف ديزاينر جديد هي مش متعامله معه يقدم لها، لانه هيفا بعد عندها كثير قصص تلبق انه نشوفها. تترك القصص الكلاسي للقصص المناسبات الخاصه مش غلط. وبهيك حفلات بدنا يعني بدنا كيف هلا عم تشوفي تايلر سويفت بيونسي عم يلبسوا من عند لبنانيين. طب مش معقول، ما هيدا تناقض انه بتلاقي اللبناني ما عم يلبس من عند لبناني، فيها تكون هيفا لابسه هلا من عند حدا لبناني او شيء ريدي تو وير. بس ما هلا اللي عم تشوفهم على تايلر سويفت وعلى بيونسي لبستهم قبل هيفا، في عم بيصير في تناقض. يعني انا امبارح شفت تايلر سويفت لابسه هالجام سوت الرائع البادي كون بادي سوت، خليني اقول مش الجام سوت، من عند زهير مراد، ما بعرف شفتيه؟ لا ما شفته.
بليز افتحي هلا رح تفهمي شو انا عم بحكي. بتوصل الفكره عندك سريعا. نفوت عند زهير مراد. تفضلي تفضلي. اوكي نايس. طلع 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 ليك اللون ليك اللمعة. اوكي هيفا لبست كتير هيك بس ما عليه. هيدا عنوانها لهيفا. هيدا عنوانها لهيفا وبهيك هيك نوع حفل. اوكي بيونسي كمان تقلقت كتير مع إليسا ومع جورج حبيقة شفتيهم بياخدوا العقد انه طب ما عم تقدموا اغاني بوب وارم بي وساعة بتغنوا راب طب ما لحقوا هيدا النمط حقوا. في كتير قصص ادجي حلوة ومرتبة بس بس هلا بياخد حبة وبروك بياخد حبة وبروك هلا بعطيك حبة. طيب مثل الختام معنا النوسة يلي صح. قبل بشوي عطيت الشهادة بها وقلت صح. انه عن جد عم تلبس اللبس المناسب بالمكان المناسب. اطلاليتها الاخيرة شو بكازينو دي ليبا فستان كتير كلاسي ومرتب وحلو وكتير عم بنقل الكلمة بدنا ننطره شوي بتاخد وقت خد وقت. لا تعرف شو شو انه بتضحك لما حدا يقول انا كان كتير ناس يفتكرون انا بكرهها لننسي. اوكي لا انت ما بتكره حدا بس تنقض النقد الصحيح للكلمة. طيب البنت عم بتغير ساعة عم تلبس لنا أخضر ساعة أورنج مع فوشيا مع لاين ساعة عم تلبس الجرين النيون ساعة عم تلبس أبيض ساعة عم تلبس ذهبي ساعة عم تلبس نيلة عم بتغير يعني هي سمعت ورغم أنه ضيعت سنين من عمره ما كانت فايتة بالموضة هلأ كتير فايتة بالموضة بشكل حلو. ليش بدي اقول عن هذا الفستان المرتب والحلو والانيق واللي ممكن حيلا سيدة تشوفه تقول بدي مثله على غير لون؟ ليش بدي اقول عنه منه شيء جديد؟ ليه بدي اقلل من قيمته؟ إيه حدا قال عنه منه كلهم شيء جديد؟ أوكي. كلهم طب ما هيدا الفستان اول شيء ملبوس بالمحل المزبوط كازينو دي ليبان صاله معتمه منيح ما لبست اسود الحمد لله كتر خير الله. ابيض كتير حلو مع الكيب ورجعت شرحت الكيب شو بدكم اكثر؟ ايه عن جد كانت بعدين الكورسي عليها الكورساج عليها بياخذ العقل اخذ لها شكل جسمها كتير حلو ضعيفه كميه القماش من تحت مناسبه لجسمها الكيب راكي الشكل اللي معمول بالفستان كتير حلو كمان فيها ام عروس ام عريس فيها اخت عريس اخت عروس فيها البنت الخال بنت العم تلبس اذا في عاملين عرس كتير كبير شبينة فيها تلبس مثله عرس مدني أكيد فيها تلبس مثله إذا ما حابة تلبس فستان كبير. لك قديش عطيتك إيجابيات ليش بدي أجي أقلل من قيمة الفستان؟ شو بدكم فستان يضوي ويطلع بقلبه مسرح ويطلع يطلع دانسرز من تحته الراقصين من تحته تنقول عنه شيء جديد؟ وصلت الفكرة وصلت كتير حلوة إطلالتها أنا حبيت كتير صراحة كتير 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 رغم انه هي لبست هيدا النمط على عرس خيا باللون الزهري مزبوط الحرير اللي بيلبق له ايه هو دريس اوف اول تايم صحيح. شو بدكم شو بدكم ما تتفلسفوا اعطوا نصايح للناس مزبوطة يقدر يستفيدوا منها. يعني هيدا مثلا اذا انت بدك تلبسي مثله انت كسحر بختار لك اياه على اللون الاحمر روج شو بيطلع حلو عليك مع شعارك او لون الكوراي قد ايه بيطلع حلو وبيكون مستر مع الكيب. يعني ممكن مثلا بدك تجوزي اولادك بدك تحضري جرامر بتقدمي حفل كتير كبير قد ايه حلو تلبسي مثل هالقطع وهيدا النوع الكورسي بينعمل بكتير طرق في ينعمل سترابلس في ينعمل بشكل سويت هارت في ينعمل كتف اي كتف لا في ينزل له بروتال يعني فيك تلعب كتير بالابر بارت تحت 100% حتى تحت اذا سيده عندها شوي هونش مش كتير كبار شوي وهي ما بتحب انه كمان تروح على شيء اي لاين ما بتحب في ناس ما بحبوا هيدا الفستان بيكون ضيق واسع كتير هون عم نشوف اذا بدك فلوي يعني ما بيلزق على الجسم فيها تلبس هيدا النوع من الفستان تنقي اللون اللي بدها اياه اللي بناسبها 100% سهل الممتنع واذا عندها فستان هيك بالخزانه فيها تجدد عليه تزيد شوية شك عليه وتخيط له كيب بصير مثل فستان إلي صعب وزهير والمصممين العالميين 100%
باتريك مثل العاده مهضوم وخفيف الظل ونقد بمحله وعطيتنا هيك خلطه وطبخه عن الكل وكل حدا عطيته اللي لازم ينعطى. انا بدي اشكرك عن جد ولاحظت الموضوعيه، مش انه انا بحب سيرين بدي دافع عن سيرين، مش انه انا بحب نانسي بدي دافع عن نانسي، انه هيفا ما حدا بحبها قد، بس انه عم تضيع الهويات عند النجمات، الصغيره بدها تعمل الكبيره والكبيره بدها تعمل الصغيره، وما عم نقبل عمرنا وصار عنا هاجس انه بدنا نكون مثل برا واللي برا عم بيكونوا مثلنا. يعني برا وين عم يلبسوا وعم بيتألقوا؟ المصممين اللبنانيين يلي عن جد بينشف الحال فيه، او حتى العرب بشكل عام، حتى في كتير مصممين بتونس بالجزائر بالمغرب صح. بمصر كله عم بقدم قصص حلوه، كله نحن منصدر صرنا بدكم تقتنعوا فيها موضه، ما بقى هيدي عقده الماركات العالميه بدكم يعني تتقبلوها. خدوا حبة تحت لسان للي ما بيتقبل انه العرب بصدروا موضة صح، اللبنانية بصدروا موضة مزبوط، تقبلوها بقى. لا ونحن عن جد فخورين بكل اللبنانيين والعرب يلي هالقد هالقد تقدموا بمجال الموضة والازياء، فخورين فيهم لانه عم بيعطوا شيء حلو، مش لانه هو لبناني او تونسي او جزائري. خلص العالم خلص العربي، نحن ناس مزوقين، ناس مزوقين شئتوا ام ابيتوا وعم بينافسوا إيه؟ مش بس وقت بيونسي وتايلر سويفت، تايلر سويفت مكسرة الدنيا صح، هي نمبر 1 نمبر 1 بالعالم هلا اليوم، ما عم تخلي حدا لبناني ما عم تلبس من عنده، ويمكن بكره نشوفها عم تلبس من عند حدا من مصر من تونس من جزائر من المغرب العربي، بدنا نزقف له. اكيد اكيد هيدا وجهنا. باتريك خليل ناقد الموضه، شكرا كثير، ثانك يو لك سحار عن جد، جرام ميرسي، لانه الحكي اللي بحكيه معك دائما بتظهري مني احلى شيء، دائما الحلقه بتكون بتقطع بسرعه، يعني ليك هلا صار قاطع 40 دقيقة، أنا ما حسيت فيه، ولا أنا عن جد. بس بحب إنه معك نحن مش بس لننتقد، عم نعطي معلومات، أنتم خدوا المعلومات مزبوط، خدوها حرفياً مزبوط، اشتغلوا عليها. كمان بس بحب أذكر إنه ما ينسوا المشاهدين اللي بحبوا، لأنه أوقات بحط دعاية بس ما بتكون واضحة، إنه إذا بدكم تتواصلوا معي دايركتلي على إنستغرامي باتريك خليل وورلد كمال الاستشارات. أكيد كمان بدكم تحجزوا وقت للاستشارة وحسب شو نوع الاستشارة، وكل التفاصيل بعطيكم إياها أنا، إن كان على بعطيكم رقمي على واتساب ومنتواصل سوا، وساعتها بعطيكم كل التفاصيل كرمال البرايس وايز وكل شيء. وأنا بالختام كلمة حق تقال مثل ما بيقولوا، مرسي باتريك، لأنه أنا بحلقاتنا مش بس عم بقدم معك الحلقة، أنا عم بتعلم منك، عم بتعلم غير بلوكي شو بيلبق لي وشو ما بيلبق لي، واصلا يلي عم بتابعوني اخر 3 سنين بيعرفوا انت قديش غيرت فيي، فانا بقول لك عن جد ثانك يو سو ماتش. ايه بس بدي اقول لك شغله، غير التغيير حلو الانسان يكون حلو مش بس من برا، حلو كمان من جوا، انت هيك. وانا بتمنى المشاهدين كمان، التياب كثير مهمين، الاناقه كثير مهمه، بس في قصص بدنا نشتغل عليها من جوا لتجملنا اكثر من برا، في شيء اسمه سيلف ديفلوبمنت، هيدا الاهم من الماركات، لانه الماركه ما بتعمل ناس. وهلا ذكرت شيء كثير حلو رح اختم فيه، بتبعت لي احدى السيدات بتقول لي بليز بليز باتريك، بنرجع نتوسع بهذا الموضوع بعدين، بليز احكي عن موضوع الماركات، لانه اولادنا ما بقى عم يتهدوا ومفتكرين انه الماركه هي كل شيء بالدنيا. يا جماعة يا جماعة، بتمنى أنا إذا في ولادكم عم يحضرونا، عن جد عن جد الماركة ما بتعمل عالم. أنا اليوم لابس قميص ما بيتعدى حق $25، أوقات ممكن ألبس شيء $5، أنتوا بتعطوا قيمة وإضافة. أوقات أنا وياك منروح على أوتلت منلاقي قصص كتير بأسعار مقبولة، انتو اللي بتعطوا قيمة للتياب، مش التياب بتعطوا قيمة. ما تفوتوا بهيدا الهاجس، خاصة للبنات عم بتشوفوا انتو مودلز، علما انه بعض المودلز عم بيعطوا رسائل حلوة سحر، مش كلهم يعني عم بيكونوا مزبوط سطحيين، يعني بلا حديد كتير اوقات تشوف انه بتدوي على قضايا بتدوي على هيدا. ما نكون شعب سخيف، ما نكون ناس سخفة، ما فيكن تضيعوا مصريات اهلكن عم بيتعبوا فيهم على شوز بس لانه رفيقكم اشتريه او رفيقتكم اشترته، فيكم تشتروا شيء مثله بسعر مقبول والحياه بتكمل
بماركة وبلا ماركة، انتو كونوا ماركة نفسكم. شو حلو. يعني انتو 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 انا هالقميص في مثله حقه 500 دولار وفي مثله ب 20 دولار وفي ب 10 دولار وكواليتي منيحة ومش غلط تشتروا بالسيل. يعني ليش انا بدي او انه يعني حطت اهلي مصاري فوق وتحتي بس تكون مبسوط قدام اصحابي؟ انتبهوا من هالموضوع بليز. وانتو كأهل انتو عليكم مسؤولية كيف تربوا ولادكم. طب اذا هن كمان شافوكم خلال هال 30 او 20 سنة بالكم بالماركت وبالكم انكم تشتروا الشغلة وما تقبلوا ابدا، نحن ما منفوت اوتلت، واذا فتوا على اوتلت ما بكون تفرجوا ولادكم انتو اشتريتون من اوتلت. هون انتو عم تعلمون على الكسب، هون انتو عم تعلمون على القصص الغلط. هي مسؤوليتكم كيف بتربوا بتلاقوا. سلام، حبكم كتير، باي. من بعد ما تعرفتوا علي كناقد للموضة وخبير للمظهر، اجا الوقت انه استقبلكم بمحل جديد، باتريكو هولي. لكل الاشخاص الموجودين بلبنان كتير هينة، رح تجوا لعندي وسوا رح نشتغل ونعمل ريلوكينج للإيفنت اللي انتو بتريدوه، ان كان عرس، جراديويشن، بيرثدي، خطبة، كتب كتاب، اللي بدكن. اما الاشخاص الموجودين خارج لبنان، انا شخصيا رح كون معكم لنعمل اونلاين كونسلتيشن، وانا جاهز اتواصل معكم عبر الدي ام او عبر الايميل اللي عم يبين باسفل الشاشه. ومن هلا لوقتها كيسز.